يتجهوا ينحرفوا لأسباب اقتصادية، ليش ما منجيبهم نفعلهم نقول لهم تفضلوا رمموا مدينتكم، تفضلوا عملوا مرشدين سياحيين من نعمل لهم تدريب، ليش ما منجيبهم منحطهم ورا مكتب ومنقول لهم نعملوا أبحاث عن مدينتكم تنرجع نعيد الأرشيف، وهذا دور الدولة، نعمل جرد لائحة الجرد للأبنية التراثية، ليش ما مهن متعددة جدا ممكن تعطي فرص. وهي اليوم بطريقة إلى الزوال لازم نرجع ننعشها على الخط مباشرة. المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، صباح الخير. صباح النور. يعني حضرتك كنت من المساهمين بهالنشاط اللي رح يصير بطرابلس ب 23-24 حزيران 2018 من قبل جمعية تراث طرابلس لبنان والأيام التراثية بطرابلس، ونعرف انه هالمحطة هي ملك وزارة الأشغال. كيف رح نشوفها اليوم؟ كيف كانت وكيف رح نرجع نشوفها؟ يعني مشكورين الجمعية، جمعية تراثي تراثك وتحديدا سيد جمانة، ونحن منحييك سيد زياد. تسلم على هاللفتة. بتعرفي محطة طرابلس بتشكل يعني مساحة كبيرة بذاكرة الطرابلسيين بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام، من هيك حبينا نساهم معهم باستضافة هذا النشاط بمحطة طرابلس تحديدا، وبنحيينا على اختيار هذا المكان. فما كان منا إلا أنه لبينا هذا الطلب على أمل أنه نستعيد الذاكرة بإحياء هذا التراث، وليس فقط الحفاظ عليه كتراث تاريخي، إنما السعي وإزالة يعني رفع منسوب الوعي لدى اللبنانيين بأهمية استعادة هذا التراث وإعادة إحياء هذه المحطة كونها تعيش المدينة وتشكل مثل عمود فقري لاستنهاض الاقتصاد بقلب المدينة عند إعادة إحياء هذا الخط، اللي عم نسعى مع الجهات المعنية والمختصة بإعادة إحياء مشروع خط سكة الحديد بين طرابلس والحدود اللبنانية السورية، وكذلك بين طرابلس وبيروت. نعم، المشروع جاهز طبعا، هو مكلف فيه مجلس الأنماء والأعمار من سنة 2014 إعادة إحياء سكة الحديد طرابلس العبودية. هل اليوم إلقاء الضوء على محطة قطار المينا بطرابلس ممكن يرجع يعني يوضع هالمشروع على سكته الصحيحة؟ لا شك أنه بيساهم، عندما بيزور طرابلسيون ومع اللبنانيين باقي اللبنانيين هذه المحطة وبيطلعوا عليها كيف هي يعني متروكة منذ فترة طويلة من الزمن، بيشوفوا هذه المساحة اللي موجودة بأهم موقع حيوي واستراتيجي بقلب المدينة إلى جانب مرفأ طرابلس، يعني لحاله بيرتسم سؤال لماذا لا نعيد إحياء هذه المحطة؟ بشكل فرص عمل، تحيي المدينة كما ذكرت، تساهم إلى حد كبير في قلب في موجمه في موضوع السياحة الداخلية. نعم. يعني نعم. لا شك أنه نتساهم. يعني اليوم إحنا لمين عم نتوجه بهالكلام أستاذ زياد نصر؟ المدينة والفعاليات من سياسية من اقتصادية برأيي مقتنعة بضرورة إعادة إحياء هيدا المرفق. طبعا هناك حاجة ماسة لرفض الاعتمادات اللازمة للتنفيذ بعد ما انتهينا، يعني انهينا نحن ومجلس النماء والاعمار الخطط التفصيلي او الخطط الهندسي لتنفيذ هذا المشروع، بل العثرة بالاعتمادات. انما علمت انه الحكومه اللبنانيه طبعا من خلال مؤتمر صدر لقد لاحظت او اعطت الاولويه او يعني لهذا المشروع. نعم صحيح، هي اول ارشيف سكك الحديد هالمحطه. صحيح، طرابلس الفعاليات منذ زمن يعني بسنة 1890 ومنتصف التسعينات بهذاك الوقت من سعوا لإعادة تحياء هذا الخط مع السلطنة العثمانية، وكان من أوائل خطوط النقل السككي في منطقة الشرق الأوسط. نعم، اليوم في تعديات على محطة سكك الحديد طبعا بلبنان، كيف عم تتعاملوا معه وخصوصا انه في قسم يزال وقسم عم بيتاخد، فشو أهمية اليوم؟ خلينا نختصر اللي قلته استاذ زياد المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لما بنكون عم نلقي الضوء على محطة قطار بطرابلس المينا. موضوع التعديات عم يتم التعاطي معه من قبل المؤسسة بكل حرص على التقدم بشكاوي لدى المراجع المختصة، إن كانت أمنية إن كانت سلطات محلية وإن كانت قضائية. نعم. يبقى أن نلفت النظر أنه التعديات على الأملاك العامة بصورة عامة وأملاك سكة الحديد بصورة خاصة من واجبات
من أولى واجبات البلديات رفض هذه التعديات والعمل فورا على إزالتها، لأنه هي كسلطات محلية معنية مباشرة ومسؤولة مباشرة عن كافة التعديات ضمن نطاق البلدية. فمن جديد ندعو البعض البلديات المباشرة فورا بإزالة كافة التعديات وبطال أملاك سكة الحديد، كونها تعيق أي مشروع لإعادة استنهاض هذا الخط أو تؤثر سلبا. نعم. إذن بدي أشكرك أنا المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. اليوم في مواطنين عم بيتواصلوا معنا على الواتساب، وزارة السياحة بيقولوا مقصرة كتير بتأهيل الأماكن الأثرية، والشعب هو اللي عم يهتم والجامعيات كمان لحتى يرجعوا الحياة الحلوة إلى لبنان. عندك تعليق؟ يعني بالدور المجتمع المدني كمان له دور مهم، بعتقد هو مهم بدوره. وهو بس دوره بيقتصر على إلقاء الضوء. يعني اليوم نحن كمجتمع مدني ما عنا لا مؤهلين انه نحن نرمم مثلا او نقوم بواجب بهذا الواجب، او ما عنا حتى يمكن صلاحية ان نعملها اذا ما مرقنا عبر المؤسسات الرسمية. يعني اليوم نحن لو حبينا انه نرمم نحن ما بنقدر، ما عنا هيدي الصلاحية. فبعتقد انه دور الوزارات كتير مهم، انا بشدد على هيدا الموضوع وموافقة تماما على الكلام انه المفروض انه الدولة اللبنانية تاخد بعين الاعتبار اكتر الشق الثقافي والتراثي من الثروة اللبنانية، لانه بعتقد انه لبنان اكتر ثروة كبيرة عنده هي تراثه، وللأسف انه حتى قوانين ما تحمي هذا التراث غير موجودة. يعني آخر قانون هو من سنة 1933 ولا يمس، يعني ما بيتطرق للتراث، هو فقط للآثار، بالوقت الآثار منا مهددة، يمكن عم تتاكل ولكن منا مهددة. أما اليوم الأبنية التراثية كلياتها مثل ما عم نشوف، يعني عم تنهاد، عم تنسرق، عم يتعدى عليها. بعتقد أنه طبعاً الدولة اللبنانية أنا بدعية عبر أثير صوت لبنان وعبر إذاعتكم، بدعي الدولة اللبنانية بكل الوزارات المعنية بشأن التراث، يعني كوزارة ثقافة أو وزارة سياحة، أنه أو حتى وزارة رئاسة الوزارة، أنه تولي اهتمام أكبر لهيدي الثروة الثقافية يلي لبنان بيتميز فيها. في بلدان مخصصة وزارات فقط للاهتمام. نعم. بالسياحة بالأسر. طبعا 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 لازم ضروري يعني نحن عم نطالب بوزارة للتراث، وزارة التراث مثل ما موجودة بكل أنحاء العالم. نعم. يعني معلش عم نعمل وزارات كتير، المفروض أنه يكون في وزارة للتراث. نحن بلبنان ما تنسي نحن ما بس التراث الثقافي، نحن عنا تراث ديني كتير مهم كمان، يعني السياحة الدينية، السياحة الدينية كثير عنا المحرف تفعيلها وإبراز طبعاً. اليوم عم نحكي كمان بالسياحة البيئية، ما هيدول كلياتهم متصلين ببعضهم، البيئة والتراث والأماكن الدينية، هالأشياء كلياتها. شو دور البلديات بهالشي؟ رئيس بلدية المينا عبد القادر علم الدين، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يعطيك العافية. عندكم 23-24 حزيران حدث تراثي مهم، الأيام التراثية بطرابلس، قديش بتنعش المينا؟ يعني هالعمل اللي ساهمت فيه البلدية قديش بينعش المينا بطرابلس وأيضا إحياء محطة القطار؟ أولا صباح الخير، نحن فعلا بنشكرك واهتمام صوت لبنان على المشاريع والنشاطات اللي بتصير بالمينا وبطرابلس بكل أنحاء لبنان، أنا بتابعها دائما. الحقيقة الشكر الأول لسيد جوانا شهال، شكرا رئيس، صباح الخير. صباح الخير لي، صاحبة الفكرة وصاحبة الأفكار النيرة دائما، تسلم. وهي حريصة على الثقافة، مع أنها قاعدة بالاغتراب من سنين وسنين، ولكن دائما قلبها وعقلها بقلبها دينتنا. تسلم، هاي محبتك رئيس. نعم. الله خليكي. وهذا النشاط اللي عم تقوم فيه هلا، السنة الماضية كان بدولة سباع وكان نشاط مميز جدا. تسلم. والسنة حبت أن يكون بقلب محطة القطارات السكة الحديد،
اللي هي مع الأسف أنه ممكن ينعمل فيها أشياء كثيرة مميزة. وهلا المبادرة اللي عم تقوم فيها الجمعية بإبراز السكة الحديد والمباني تبعها والقطارات القديمة أكيد أكيد لها علاقة بالثقافة ولها علاقة بالسياحة. والسياحة نحن بحاجة لألا نستقطب أكبر عدد من الناس ليجوا من كل شمال من كل لبنان وحتى من خارج لبنان ليتعرفوا على المحطة اللي هي أول محطة سكة الحديد في لبنان. نعم. طيب اليوم الجمعية عملت وأنتوا ساهمتوا مع طبعا المساهمة الأساسية لألا شاركنا معي. ايه بس في مواطن عم بيسأل مش لازم كل بلدية انه توضع اعلانات على الطرقات لا تعرف وانه الناس وين في اثارات وتزورها. يعني اليوم عندكم رح يصير عندكم محطة بتهم كتار من الناس انه يزوروها لانها فريدة من نوعها. صحيح. ايه انتو كيف رح تكملوا هالعمل؟ لا حنكمل. نحن بتذكر من 10 سنين كنا أمنا بإشارات صينات على المدينة القديمة والأماكن الأثرية، لكن مع الأسف مع الوقت يعني يا أما شيلوهم يا أما تعطلت الدور تبعهم. هلا نحن في نيتنا كبلدية أن نرجع الأماكن الأثرية. في عنا مدينة نحن قديمة، مدينة فينيقية، كل مدينة صنفناها أثري. حلو. وهيدي هالمدينة مطلوب انه يعني بتمنى نحن وست جوانا شهاد انه مثل ما عملنا سك البرج السبيع والترين انه نفوت على المدينة القديمة ان شاء الله اللي هي مدينة اثرية ومصنفة قديمة. نقدر نعمل فيها شيء بالسنة القادمة او بالسنوات القادمة لان كمان نبغزها بطريقة مباشرة مثل فكرة هي أقدم من جبال أو مثل جبال. حلو. ليش تكون المدن السياحية الثانية مميزة عن الميناء؟ هيدا بدأ شغل وعمل بلديات طبعا وعمل وزارات معنية ورئاسة حكومة لأنه طرابلس تستاهل. صحيح. أنا بأمن أنه العمل البلدي ما بينجح إلا إذا كان في شراكة مع هيئات أهلية وجمعيات. شكرا لك. شكرا. يعني مسك ختامها مسك. أهلا وسهلا فيك رئيس بلدية المينا عبد القادر على مدين. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بدي انتقل أنا وياكي لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي. بدي حييك. أهلا وسهلا فيك. صباح النور مدام نوال وصباح الخير كمان ل صباح النور رئيس كيفك؟ الله يخليك وصباح الخير لكل اللبنانيين عبر حضركم. يا أهلا وسهلا. إضاءة على تراث النقل ضمن إطار سكة الحديد بطرابلس، هيدا عنوان كتير مهم اليوم عبر صوت لبنان. يعني إذا بدنا نتذكر كتير من عناوين يعني القطارات أو الترانات بيصير فيها اجتماعات لكبار الزعماء بالعالم لأنها عم تتأهل وعم تتطور. فماذا عن القطار بلبنان ومحطة القطار بطرابلس المينا؟ هلا اول شيء الحقيقه بدنا نشكر الدكتوره جمانه على اهتمامها بمدينتها وبوطنها. تسلم. لا شكرا على واجب. من خلال جمعيه تراثي تراثك ويلي بصراحه قديش معناتها نحن كنا بموقع متقدم بالتاريخ وقديش الظروف الصعبه يلي مرينا فيها خلتنا نصير كثير بعاد عن مواكبة يعني كل شيء. اليوم صار في اقتصاد المعرفة، اليوم صار في النقل متطور جدا. امبارح الرئيسين رئيس الصين ورئيس روسيا، رئيس الصين دعا لاجتماع رئيس روسيا على قطار سعته 300 كيلومتر بالساعة. ومن هز الصحن. ففعلا يعني نحن اليوم عندنا كل المقومات انه نقدر نلعب دور بوطننا ومن وطننا بشراكتنا مع محيطنا العربي والمجتمع الدولي. كيف والقطار والنقل هو اساسي ب اذا بدنا تطوير وشراكة المجتمعات مع بعض البعض. فاليوم بيجي هالمناسبة يلي قايمة فيها جمعية تراثي تراثك
وعلى رأس الدكتورة جمانة الأخت والصديقة. تسلم بدعمكم للضوي رئيس. للضوي على نقاط القوة اللي موجودة بطرابلس، ويلي نحن الحقيقة كغرفة تجارة قدمنا لدولة رئيس مجلس وزراء مبادرة باعتماد عاصمة لبنان الاقتصادية. حلو. لتشكل رافع على الاقتصاد الوطني ولتشكل جذب للاستثمارات اللبنانية والعربية والدولية بلبنان من طرابلس. نعم، يعني عاصمة لبنان الثقافية طرابلس هي عاصمة كتير مهمة، بس قديش بتقدر اليوم الأثرات التراث الموجود هي تلعب دور وتكون فعلا طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية؟ إجمالا اليوم وقت اللي نحن منضوي على نقاط القوة ومنستثمر نقاط القوة، من الطبيعي أنه نصير نحن نحتضن القضايا التراثية والثقافية والسياحية ونطورها. وبصراحة يعني بتعرف الدكتور جمانة، دغري الدكتورة جمانة لما أي شيء عم بتقول عنه عم نقول لها نحن الغرفة بشرفها، مشكورين جدا وهيدا بشرفها تتعاون معك. وحتى يمكن بوقت كانت بباريس شوي قبل لما بلشت تتحرك بهالاتجاه، صحيح، كنا هسه ملتقينا مع بعض، صحيح، قلنا لها نحن بشرفنا انه نتعاون نحن وياك دكتوره. تسلم. يعني كان لازم حدا يتحرك. انا كل حال بدي اشكرك. لا يا جماعه انا حقلكم شيء، حقلكم وحقول للبنانيه، بس وضع لي نقطه على السطر لانه وقتنا قرب يخلص. تفضل. ايه. حقلكم وقول للبنانيه عبركم، نحن علينا اليوم نتموضع بدور جديد بالمنطقه، وقادرين والمحيط العربي بحاجتنا. نعم. والمجتمع الدولي بحاجتنا. علينا نعمل شراكة حقيقية، ولا يمكن أن تتم الشراكة الحقيقية إلا ما نحدد دورنا ونطور مرافقنا ونحدث خدماتنا التحتية ونضوي على نقاط القوة يلي موجودة عنا، إن كانت تراثية أو سياحية أو اقتصادية أو صناعية أو زراعية، ونحن هيدا كله سوا موجودين بلبنان في طرابلس. شكرا لك اليوم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس توفيق دبوسي، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم في مواطن بيقول لازم نضوي على شيء مهم كمان، انه الوزاره مقصره كتير بشمال لبنان وبعكار العتيقه، وهي النبض والمناظر الحلوه لا سيما في الطرقات، انه لازم تكون موجوده وتضوي عليها لانه ما عندنا كهرباء، بدنا حلقه خاصه. على كل حال بنوعدكم بحلقه خاصه بهالموضوع، بس خلينا اليوم نتابع عن التراث. بدي ترجعيني للايام التراثيه بطرابلس. نعم. نحكي عن الموعد. نعم. عن الدعوه ب 23 24. نعم. 2018. تفضلوا أنتم مدعوين اللبنانية. الدعوة عامة وشاملة، يعني أنا عم بدعي جميع اللبنانيين بصغار وكبار ومسنين والرجال نساء من جميع المناطق يتفضلوا على طرابلس. طرابلس اليوم فاتحة بأبوابها بجميع مرافقها، ولكن نحن تحديدا ناطرينكم بمحطة الترين بالمينا، والمدخل هي بتوصلي من مدخل المينا دغري بتلاقي المحطة بوجهك، الطريق كتير سهلة للوصول إليها. حيكون فيها برامج متعددة ومتنوعة وبتعجب جميع الأذواق. حيكون في معارض، حيكون في مطبخ، حيكون في حرف، حيكون في تصوير، حيكون في رسم، في سامبوزيوم رسم، حيكون في حرف، حيكون في طاولات مستديرة، مسارح، موسيقى، سلم، بسطو، صيفوا، زوروا طرابلس، تلاميذ، ومش بعيدة وأكلنا كتير طيب، ونحن صدرنا رحب وبنتمنى حضوركم وجودكم معنا بالسبت ب 23 والأحد ب 24 حزيران من الساعة 4 بيبتدي البرنامج إلى منتصف الليل نهار الأحد. نحن ناطرينكم، تفضلوا زوروا القطار، محطة القطار، وحتكونوا كتير سعيدين بهالويك اند اذا فيكم تشاركونا فيه. ونحن ناطرين فوق 10,000 شخص، وبعتقد انه رح يكون ويك اند كتير ناجح وبننبسط كتير فيكم.
ومنوع خاصة يعني في لكل الأذواق. ونقطة على السطر. ونقطة على السطر لك. وشكرا لك كتير نوال على استضافتك لنا وعلى اهتمامك بجمعيتنا وبتراث تراثك وبهالمشروع وبتراث طرابلس. ونحن منتأمل حضورك كمان حضور كل الأكيب تبعت صوت لبنان. نحن متشكر صوت لبنان على استضافتهم لنا. هم تراث وثقافة وإضاءة على الجانب الحلو بهالبلد. أنا بدي أشكر رئيس جمعية تراث طرابلس لبنان الدكتورة جمان شهال تدمري. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان جمانة. وكمان بدي ذكر الأصدقاء المستمعين كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. واليوم عم بيقولوا لي عن جد بدنا سكة الحديد ترجع بطرابلس لأن طرابلس محرومة على كافة الصعود. شو كان ناقصهم رؤساء وزراء ونواب طرابلس إنه يقوموا بهالشغل من عشرات السنين ناطرين إنه جمعية تقوم بدور كتير كبير. شكرا كتير لهالتمناج الحلو. وبختام هاللقاء أطيب أمنيات مني عن جد نواليشة عبودة ليدغانم والمخرج جورج العلية. باي باي.